السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم ناظم الدرويش، واليوم رجعنا بفيديو جديد. فيديو اليوم عبارة عن كتابة فورمز باي تراك للمستوى بيتس فاي نظام جوتي. خلونا نروح لللابتوب. هلا نحن راح نحل التايل اينس بفحص الشرايبن. عبيلونا ان الوقت المقترح 50 دقيقة، وحطينا هون صورة توضيحية عن الموضوع اللازم نكتب عليه نحن. هلا بنص السؤال بيقولوا زي شرايبن اينن فورم سبايتراك تو جيزون داير نيرو، انه انت لازم تكتب مشاركة منتدى عن التغذية الصحية. عنا 4 نقاط لازم نكتب عليهم. اول طلب اويسرن زي ريمايننج سورفيكيتاريشن ارنيرونك، انه اعطينا رأيك بالحمية النباتية او التغذية النباتية. الطلب الثاني عنا يا نينن زي جروندي، انه اعطينا سبب او اسباب فارون فيكيتاريش ارنيرونك اما بليبتا فيرد، انه ليش الحمية النباتية دائما شائعة. الطلب الثالث عنا يا نينن زي اندري ميجليشكاتل، انه سمينا امكانيات اخرى زيش جيزون سور نيرن، انه لتاكل او لتتغذى بشكل صحي. هلا الطلب الرابع نلين زي فور تايلز، كرنا او سميلنا المزايا دير اندرين ارنيرونغ سميغليش كايتن، انه سمينا مزايا امكانيات التغذية الاخرى. طبعا هاي اللي انت ذكرتها في الطلب الثالث. هلا عبيلونا انه لازم تكتب على الاقل 150 كلمة، ولازم تكتب ايلاتون وشلوس، ولازم تكتب عن النقاط الاربعة. هلا منروح للفورم سبايتراب. هلا كل شي حيطه انا باللون الاصفر يفضل تحفظه بصم حتى ما ضيع وقت بالامتحان. هلا الايلاتون قال اللي عامله في عدد كلمات كتير منيح، ولكن بس بده مثلا تعديل العنوان. هلا بقول فيها انا فور اني جات سايت هاب ايش عن الارتيكل وباداستيما في كتار شي ارنيرون جليزن، انه انا من مده قرات ارتيكل مقالي وباداستيما عن الموضوع بكتار شي ارنيرون الحميه النباتيه. اون داروبا ميت ماينين كوليجن ان دير شبراخ شول ديسكوتيرت، انه عن هالشي انا تناقشت مع زملائي في مدرسه اللغه. Jetzt möchte ich euch gern meine Meinung dazu sagen. إنه هلا أنا رايد أعطيكم رأيي بهالشي. Ich bin der Ansicht، إنه أنا برأيي، فيكم تقولوا Ich bin der Meinung، لكن بما إنه نحن استخدمنا Meinung يفضل ما تعيد الكلمة أكثر من مرة. هلا Ich bin der Ansicht، أنا برأيي dass vegetarische Ernährung ungesund ist، إنه الحمية النباتية غير صحية. طبعا في نوعين من الحميات النباتية، الحمية النباتية انه ما بياكل نهائيا اي شيء بتعلق بالحيوانات، وفي الحمية النباتية الثانية انه بياكل مشتقات الحيوان مثل البيض والجبنة ومن هالقصص. هلا weil sie einen Mangel an Nährstoffen hat، لانه هي عندها فقر او نقص بالعناصر الغذائية. دي man braucht، التي يحتاجها المرء أو الشخص. دي هم بتعود عن نيرشتوفن. أينين جيزوندن كوربات سوهابن، إنه لا يحصل على جسم صحي. هلا تسور إيرست مشت إيش أين أندري ميجليش كايت فورشترين، إنه في البداية أنا رايد أقدم إمكانية أخرى. كيتوجيني ارنيرونغ، انه التغذيه الكيتونيه است اين نويس ارنيرونغ سيستم، انه هي نظام غذائي جديد. اون دي منشن، انه الاشخاص، دي هاي بتعود على المنشن، انه الاشخاص الذين كيتو ارنيرونغ اسم مشتر، الذين يريدون انه ياكلوا غذاء كيتوني. زولين زي اون تسوكا اون نيشت الز 50 جرام كولين هيدراتي ايسن، انه ما لازم ياكلوا اكثر من 50 جرام كربوهيدرات، وما لازم ياكلوا سكر. اوند دي مايستن فوندر ارنيرونغ، انه اغلبيه الغذاء زيند جيزوند فيتي، انه هي الدهون الصحيه. دي هلا هاي كمان بتعود على الفيت او الفيتي. ديمان باي ماندن فيش اودا افوكادو فين دكان، التي يستطيع المرء
إيجادها بالأفوكادو أو بالفيش أو بالماندرين اللوز. هلا in diesem Zusammenhang إنه في هذا السياق möchte ich auf meine persönliche Erfahrung eingehen. إنه رايد أنا أخوض بتجربتي الشخصية. Ich habe ein Jahr Keto Diet gemacht. إنه أنا عملت Keto Diet لمدة سنة und fühle إنه أنا أشعر dass sich meine Gesundheit verbessert hat. إنه أنا أشعر إنه صحتي تحسنت. Und ich habe 10 Kilo abgenommen. إنه أنا نزل وزني 10 Kilo, 10 Kilo. Das finde ich ist ein großer Vorteil. إنه أنا أجد هذا ميزة كبيرة. هلا, warum wird vegetarische Ernährung immer beliebter? إنه ليش دائما الحمية النباتية شائعة؟ Ich denke, dass die Medien heutzutage eine Rolle spielten. إنه أنا أعتقد إنه الميديا في هالأيام لعبت دور. dieses Ernährungssystem zu propagieren. إنه لتروج للنظام الغذائي هذا. هلا فينكم تذكروا كمان سبب تاني. Ich habe vegetarische Ernährung nicht probiert. إنه أنا ما جربت الحمية النباتية. Aber ich denke, لكن أعتقد dass die Menschen gesund leben möchten. إنه العالم رايدين يعيشوا بشكل صحي. Und man heutzutage viele vegetarische Rezepte im Internet finden kann. إنه الواحد بهالأيام بيقدر يلاقي بالإنترنت وصفات نباتية كتير. هلا النهاية أو الشلوس. So weit meine Meinung zum Thema vegetarische Ernährung. Wie denkt ihr darüber? إنه هذا كان رأيي بموضوع الفيجيتاريشن ارنيرونج التغذية النباتية. انتو ايش رأيكم؟ Wie denkt ihr darüber? Ich freue mich auf eure Kommentare. إنه أنا رح أكون ممتن أو سعيد بالكومنتات تبعيتكم أو تعليقاتكم. خلص الفيديو لليوم, بتمنى تستفادوا منه, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.